سمبوسك. ايه هي بقى؟ عباره عن ايه؟ كوبايتين من الدقيق، كوبايتين دقيق دول عليهم 3 معالق من الزيت، ورشه ملح، ورشه سكر برضه، مش مهم السكر لو مش عايزه، ومعلقه خل، وهنعجن بميه، وهنفرد بايه؟ بنشا وزيت. هنعمل بقى، هنعجن ايه؟ عندي هنا كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، عليهم رشه الملح، عليهم معلقه الخل، عليهم 3 معالق من الزيت، 1 2 3، ونعجن بميه. عجينه برضو ايه بقى؟ متماسكه، عجينه متماسكه. دي عجينة السمبوسك، عجينة السمبوسك، كوبايتين من الدقيق، طبعا حابة برضو تكتري زي ما انت عايزة، كوبايتين من الدقيق، رشة الملح، معلقة الخل، 3 معالق من الزيت، هتضعفي ضعفي كل الكميات مع بعض، اهي شايفين كده اهي، حلو الكلام. هعملها كده واسيبها برضو ترتاح. الراحة هنا ما فيش خميرة ولا في اي حاجة تساعد ان الايه، ان العجينة تبقى تنفش او اي حاجة، لا هنا العجينة كلها فين، تعالي اعتمدنا كلي على ان هي تبقى مرتاحة بس كده. ريحناها وتعالوا بقى نجيب الايه، وكورناها اهي، هناخد بقى كده دقيق ونفرد كده، مش هنحط دقيق بقى، انا قلت لكم مش هنحط دقيق من في وسطيهم، هنحط ايه؟ عشان دي حاجه مختلفه، وبعدين دقيقي حالا 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 هنفردها بس كده زي الرغيف، وبعدين كده هنكمل عادي كده. اللي هناخده بقى ونحطه في وسط ده نشا وزيت، نشا وزيت. ازاي الكلام ده؟ اقول لكم. اصحى يا نايم، وحد الدايم، هناخد كده نشا وزيت، وبعدين شايفين هناخد اول واحده احنا فردناها، وناخد كده، وتحطي باريحيه برضو نشا وزيت الحروف وكله اهو، تمام، ونروح حاطين التانيه عليها، يكبر منها شوية بس مش مشكلة، حاول يكون قدها أحسن. وآدي النشا والزيت منغنغة زي ما بيقولوا، خليها منغنغة أهو. نروح واخدين الأخرانية، الأخرانية مش هنحط عليها حاجة عشان نعرف نفرد بس، وتسيبيها ترتاح، وتسيبيها ترتاح برضو إيه يعني، حتى لو هتحطيها في التلاجة مثلا تروحي مغلفاها وحطها في التلاجة شوية، مش شويه كتير يعني، على ما تجهزي اي حاجه، تمام. بعد كده هنجيبها ونبدا ان احنا ايه، بالراحه كده نبطط من جوه لبره، عشان هنا بقى مش دقيق بس، ده هنا فيه ايه، زيت ودقيق وحاجات، بالراحه كده، وكل ما هترتاح معاكي هتديكي نتيجه افضل. ادي كده من الناحيه دي، وادي كده من الناحيه دي، نفرد لما احنا هنشيل الحروف يمكن نعجنها وهنسويها تاني، مش ممكن ده اكيد هنرمش حاجه،
ودي خلاص كده اهي. تعالوا بقى هنا على الطاسه بس نسخنها شويه، وهناخد بقى السمبوسك ده زي ما هو كده، مش هنشيل حاجه، مش هنفكه اهو. الحمد لله طلعت قدها. نستنى عليها بقى شويه وبعدين نقلبها على الناحيه الثانيه. السمبوسك على النار خدت سنه سوا، يعني سنه سوا زياده، ما بخليهاش تدي لون كده. قلت لكم انا عملتها ازاي، كلهم على بعض، كلهم على بعض سويتهم اهو، الاربعه فوق بعض على طول. طب عملتهم ازاي هقول لكم تاني. اهم حاجه احنا هنيجي بقى نفصل اهو، نفصل كده. انا لو انا عايزه اعملها زي ما بشتريها، بروح واخده الحته دي كده، دي بعمل بيها، بعمل بقى مخروط وبعمل اي حاجه، ونجي ناخد دي اهي كده تمام وكده. وتبقى كده ادي السمبوسك اهي، شايفين اهي واحده السمبوسك اهي ودي دي. طبعا حسب بقى حجمها وطولها، ده تبع الصينيه بتاعتك، تبع اللي انت عاملاه. لو عندك صينيه مستطيله هتعمليها فيها، مش شايفين عامله ازاي؟